السلام عليكم. هلا جيم. اوكي، هذا التتمة ديال الفيديو السابق، الجزء الثاني. قبل ما نبداو نهضروا على العبارات الشائعة، كنتمنى اولا انكم استفدتوا من الفيديو السابق وشاركتوه مع الاصدقاء ديالكم وعجبكم. كنتمنى حتى الفيديو يعجبكم، واي واحد تفرج في الفيديو يدير كومنتير، اوكي، باش يكون فيدباك. فيدباك يعني رد فعل، رياكشن، تفاعل. اوكي، ليتس جيت ستارتد. What's your name? What's your name? Okay. إلا عجبة تقول My name is. Is ضروري is. إذا هو الفعل. My name is عبد الرحيم. For example. Okay. What is your last name? What is your family name? يعني اسم العائلة. Okay. النسب. My family name is. كدير الكنية ديك. What is your address? شنو هو العنوان ديالك؟ What is your address? My address is. Okay. كنبداو بالاخر ديال السؤال. What is your phone number? What is your phone number? يعني شنو هو رقمك الهاتفي؟ My phone number is 06 etc. Okay. Okay. دابا نمشيو العبارات. شي حد جا عندك مثلا قال لك بزاف ديال المعلومات، ياك اولا قال لك مثلا قال لك واحد الطلب، صافي كمل الطلب ديالك، وبغيتي تقول لي واش كاين شي حاجه اخرى، تقول لي anything else، اي شيء اخر. مثلا جلستي مع شي حد في ريستورانت، اوكي، وانت طلبتي غير شي حاجه قليله، يقول لك مثلا هذاك اللي قلت لك علاش، تقول لي I am on a diet. أنا في حمية. I am on a diet. مثلا كملتو نفس الإكزامبل، كملتو الغداء for example، كملتو الغداء ومشى كل واحد مشى في طريقه، وقلت لي keep in touch، يعني يبقى على تواصل، لينا يبقى على تواصل. مثلا أنت والصديق ديالك، أوكي، كيقلب عليك مثلا ولقاك بصدفة مثلا، يقول لي Here you are. ها أنت دا. Another example. مثلا كنهضروا على موضوع أنت وشي صديق ديالك، وداك موضوع جديد عليك، ما عرفتيش اش تقول بخصوص داك الموضوع. قال لك What do you think؟ شنو كتعتقد؟ ولا What is your opinion؟ تقول لي I have no idea. I have no idea. يعني ما عندك حتى شي فكرة. مثلا شي exam صعيب عليك، جا أستاذ قال لك Take it easy، يعني خذه ببساطة، يعني هو ماشي صعيب. Take it easy. مثلا انت في الدار شي حد كيتصل، الصديق تاعك قال لك Who's calling؟ Who's calling؟ أو لا Who is calling؟ شكون كيتصل؟ مثلا شي حد مشى رحلة ولا شي بلاصة، تقول لي Enjoy yourself. Enjoy yourself، يعني استمتع بوقتك. شي حد قال لك شي فكرة اطلب الرأي ديالك، تقول لي that's true. إلا كان انت فعلا تقول لي هذا صحيح، that's true أو لا that's right. That's true ولا that's right. مثلا لبستي شي حاجة أنيقة، تقول that's neat. That's neat. انت كنتي مريض مثلا وبريتي شوية، قال لك شي حد How are you today? I feel better أو لا I feel better. Okay, the same. Just British and American accent. أشعر بتحسن. Okay, for example, أنت أستاذ، أعطيتي الوراق تلاز مثلا، وكمل الوقت، تقول لهم Time is up أو لا Time's up، انتهى الوقت. مثلا قال شي واحد شي حاجة، قال لك شنو هو الرأي ديالك، أو لا وقعت شي حاجة تا واحد ما عارفش، تقولي No one knows، لا أحد يعلم، But Allah except Allah. Okay. مثلا شي واحد قال لك شي حاجة وانت بغيت تقول Are you sure؟ هل أنت متأكد؟ Okay, that's it for today. كنتمنى أن الفيديو نال إعجاب ديالكم، بارتاجيو مع الإخوان والأخوات في الفيسبوك، الإنستغرام، كاع مواقع التواصل الاجتماعي، وباش كل سيمانه راح يكون جوج فيديوهات ولا ثلاثه على حسب. اوكي،
واكتبوا لي اقتراح ديالكم فين هو المشكل، واش نكملوا في هذه السلسله ديال التواصل، ولا نبداو شي حاجه ديال البكالوريا، ولا شي حاجه ديال الجامعه، المهم دروس ديال جرامر اتسيترا. اوكي، ديروا لايك، اشتراك، اشتراك ولا سبسكرايب ولا ابوني، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. That's it, thanks.